بالتجديد لا بالتخفيف. قل أمنية بالتجديد ولا تقل أمنية بالتخفيف، والجمع أماني بتجديد لياي، ويجوز أمان بالتخفيف. ومثلها قل أمسية ولا تقل أمسية بالتجديد لا بالتخفيف. ومن ذلك أضحية وأحجية، والجمع أضاحي وأحاجي بالتجديد، والتخفيف جائز في الجمع دون المفرد. ويقولون مسودة الكتاب، والقول الصحيح مسودة الكتاب بضم الميم وفتح السين وتجديد الواو، لأن الوصف من سود الشيء بتجديد الواو إذا جعله أسود يكون على صيغة اسم المفعول منه مسودة. ويخطئ بعضهم عند نطق الأردن البلد المعروف، فيخفف النون ويفتح الهمزة أو يضمها الأردن أو الأردن، وهذا خطأ، وصحيح القول الأردن بتجديد النون وضم الهمزة.